بسم الله الرحمن الرحيم. أكلمكم النهاردة عن أنواع الماكينات وأنواع التحميص. لو قسمنا الماكينات ممكن نقسمها لدرام روستر، يعني ماكينات التحميص فيها بيتم عن طريق درام، وعاء بيدخل جواه الحبوب بتتقلب بشكل معين، والوعاء ده بيسخن من تحت ببرنر، ده اسمه درام روستر. وفي اللي هو الفلويد بيد روستر، اللي هو هواء سخن بيشيل الحبوب، يبقى الهواء قوة دفع الهواء ده معاكس لقوة جذب الجاذبية، فالحبوب بتبقى طايرة فبتتحمص كلها. عملية التحميص كلها بتتم عن طريق الهواء، اللي هو ما يسمى بالكونفكشن هيتينج أو عملية التسخين باستخدام الهواء. في الدرام التسخين بيتم عن طريق الكوندكشن، لأن الحبوب بتبقى لمسة سطح الدرام، وسطح الدرام النار بتبقى لمساه وبيسخن، والحبوب بتلمس الحبوب، وبقى في برضه استخدام للكونفكشن واستخدام للراديشن. ده درام روستر والفلويد بيد روستر. في بعض الشركات عملت ما يسمى بالهايبرد، يعني دمج الداب ده زي لورينج مثلا، استخدمت عملية التسخين، مش الشكل المباشر، مش التسخين المباشر، استخدمت الهواء السخن، لكن تقليب الحبوب بيتم عن طريق الدرام. الحبوب مش طايرة، فالحبوب برضو بتتقلب عن طريق الدرام، ففي هواء سخن بيدخل بيسخن جسم الدرام، فما جسم الدرام بيسخن بيعمل لي ما يسمى بالكوندكشن، يعني التسخين بيتم عن طريق الاتصال المباشر. فده دمج بين الدرام روستر العادي التسخين المباشر والفلويد بيد. ودي اعتقد دي يعني مع الوقت هيبقى لها شغل، يعني لورين شغاله فيها كويس. انا وجهة نظري دي لو ركزنا فيها مع شويه كنترول بتتحط، زي حساب ضغط، زي عملية التحميص في ضغوط معينة، دي هيبقى فيه شغل كويس. يبقى احنا عندنا عشان اختار المحمص هشوف انا هعمل ايه. المحمص يا اما درام روستر التسخين المباشر باستخدام النار، يا اما فلويد بيد، وده بتستخدم في كميات بسيطة، وده يعني اعتقد هتبقى غالية، يعني الماكينات هتبقى غالية. وفي اللي هو الاستخدام الهوت اير مع التقليب باستخدام الدرام. ده طبيعة الماكينات. لو بصينا على التحميص، احنا ممكن نقسم التحميص لتحميص سيمبل وتحميص كومبلكس. تحميص اللي هو العادي، اللي هو من زمان قبل الدراسات وقبل العلوم، بحط الحبوب واسيبها تتحمص، تاخد وقت طويل جدا، الفليفر بيبقى مختفي، التحميصة بتبقى فلات، الاسيديتي بيقل لكن المرارة بتزيد، مفيش فليفر. لو الكومبلكس، احنا الكومبلكس الحبوب نفسها، لو بصينا على الحبوب لها مكونات. مكونات الحبوب عبارة مثلا، هتلاقي ايه الطبقة الرئيسية اللي هي الغلاف الرئيسي ده في الكلوروفيل اللي بيدي اللون الاخضر. لو بصينا على المكونات الرئيسية للحبوب هتلاقي بروتين اللي هو المكون الرئيسي، الامينو اسيد، شوجر، كافيين، وباقي المكونات ومنها المية. احنا عملية التحميص لازم نقسمها، اي حد بيحمص لازم يبقى عارف انه بيقسم عملية التحميص لثلاث مراحل: مرحلة الاصفرار، مرحلة التفاعلات الكيميائية، مرحلة التطوير ما بعد الفيرست كراك. في الاصفرار لازم ابقى انا وانا بشتغل، طبعا انا هسيب الفلات مش هتكلم عليه، انا كما كومبلكس. في الاصفرار مرحلة الاصفرار بحط الحبوب الخضراء عند درجة حرارة معينة، اختيار درجة الحرارة اللي بحط عندها الحبوب الخضراء لازم يخضع ليه طبيعة الماكينة. الماكينة دي بقدر اشتغل عن درجات حرارة عالية مع ارتفاع في درجات الحرارة اللي هو الـ ROR، بتحكم فيه بازاي. الحبوب، كثافة الحبوب، الرطوبة اللي جوه الحبوب، طبيعة الحبوب، على اساسها بحدد نوع التشارجنج تمبريتشر. هنتكلم على المرحلة اللي هي بتاعت الاصفرار ازاي اتعامل معها. اولا انا بتكلم على محامص مصنعة صح، لان كل المحامص اللي موجودة عندنا اي حد ممكن يصنع محمص. انا ممكن اعمل لكم فيديو ازاي تصنع محمص، بس المشكلة في الكاستمايزيشن، في الحسابات، ازاي تحسب الماتيريال، ازاي تحسب العازل، ازاي تحسب الماتيريال المصنع منها الدرام، تصميم البلاد الداخلي، حسابات السكشن، عملية سحب الهواء. لو جيت في السيستم بتاع التسخين، قد بيديه طاقة حرارية قد ايه في الساعة، استهلاك الغاز قد ايه، الكنترول فيها ازاي، الحاجات دي كلها هي دي اللي بتحدد كفاءة المحمص.
فبالنسبه لعمليه التحميص، لو اتكلمنا على عمليه يعني عمليه التحميص، لازم اي محمص يبقى عارف وانا بحط الحبوب جوه الماكينه بقسم التحميص لثلاث مراحل. اول ما بتدخل الحبوب وهي خضراء، دي مرحله لما تصفر، وبعد الاصفرار للصوت اللي بتسمعه الفيرست كراك، دي مرحله اسمها مرحله التفاعلات الكيميائيه. وبعد الفيرست كراك لازم مرحله التطوير اللي هي تكوين اكبر قدر من المكونات. لازم ابقى عارف ازاي اتعامل مع الكينه وانا بحمص. اولا عمليه تسخين الماكينه، عمليه تسخين الماكينه لازم تتم ببطء. لازم وانا بسخن الماكينه الفليم او الشعله او حتى الهواء السخن اللي انا بدخله يبقى بطيء، لان انا عايز جسم الدرام والطبقات الهواء الداخليه درجات الحراره تبقى متقاربه. ثانيا بقى، لما باجي احط الحبوب جوه الدرام، لازم اقلل التسخين عشان ما يحصلش ما يسمى بالتشوك. يعني الحبه بتيجي من بره درجه حرارتها مثلا حاجه و20، تدخل في درجه حراره فوق ال 200، فلو ما قللتش عمليه الفلو بتاع الهواء وعمليه التسخين، بيحصل الحبه بتتعرض من درجه حراره بارده لدرجه حراره عاليه جدا، فبيحصل لها ما يسمى بالسكوشنج، بتتحرق التيبنج، بيبقى فيها نقط سوداء. يبقى انا مبدئيا لازم وانا بعمل بري هيتنج بسخن الماكينه اسخنها ببطء. لما بحط الحبوب لازم اتاكد ان انا مدخل الحبوب على بيئه عمليه التسخين فيها بدات هاديه، عمليه السحب الهواء هاديه. احط الحبوب، المرحله بتاعت الحبوب وهي نازله جوه الدرام، المرحله من اللي هي الاصفرار دي اللي هي من الحراره من التشارجنج، من ادخال الحبوب جوه الدرام للاصفرار، يفضل المرحله دي اركز ان عمليه التسخين بتتم بالكوندكشن، بالاتصال المباشر. بمعنى ان انا بقلل الفليم شويه لو انا عندي نار، سحب الهواء، سحب الهواء اللي داخل لو انا عندي بقى هواء هوت اير، بقلل الهوت اير شويه، بقلل الفلو بتاع الهواء، بحيث ان انا عايز الحبوب في الفتره دي الطبقه الخضراء بتتحول من اللون الاخضر للون الاصفر اللي هو الكلوروفيل، بيفقد بسبب التسخين. في جواها ميه عايز اجففها عشان توصل لمرحله الاصفرار، فده لازم تتم بالراحه عشان ما يحصلش السكورشين. في دي المرحله بتاعت الاصفرار. بعد الاصفرار اتاكدت ان هي اصفرت، بدخل في مرحله بقى مهمه جدا اللي مرحله التفاعلات الكيميائيه. مرحله التفاعلات الكيميائيه لو انا بستخدم بالنار، اوطي النار، لان انا عايز المرحله دي العامل الرئيسي في التسخين يبقى الهواء، الكونفكشن، الهواء هو اللي بيسخن. التسخين باستخدام الاتصال المباشر عن طريق جسم الدرام او عن طريق الحبه مع الحبه ده يقل، يبقى انا الهواء هو اللي بيسخن لي. وعايز المرحله دي اولا الضغط الداخلي يقل عشان الحبه تقدر توصل في المرحله دي للفيرست كراك، لانها بتطلع الميه اللي جواها اتحولت لبخار ميه، فبتبدا تطلع الروابط الداخليه بتبدا تتكسر، بيبدا يتكون المركبات الخاصه بالقهوه. يعني لازم اتاكد، وده طبعا باخد سامبل واشم على طول واشوف المرحله واصله لايه. المرحله دي بدي فرصه للتفاعل الكيميائي يتم، بدي فرصه لبخار الميه يطلع، بدي فرصه للحبه تبدا تكون اكبر قدر من التفاعل الكيميائي بالمئات ويمكن بالالف. دي المرحله بتاعت اول ما طبعا المرحله دي اللي هي الميرور رياكشن التفاعل الكيميائيه. قبل الفيرست كراك بشويه بيحصل ما يسمى بالكراماليزيشن اللي هو الخاص بالشجر اللي جوه الحبوب. الشجر بيتقسم لاجزاء، هو مثلا سكروز بيتقسم لفركتوز وجلوكوز. المهم يعني ده مش موضوعنا، الشجر بيتقسم لاجزاء، بس وهو بيتقسم ده بيبقى فيه ما يسمى بيبقى فيه مراره. المراره دي كويسه للطعم، ده الكراماليزيشن. دي بتحصل مثلا عند درجه حراره حوالي 160، بعد 160 قريب لل 170 بيحصل الفيرست كراك، بسمع الصوت بوب. اول ما بسمع اكتر من صوت اللي هو البوب، بيبقى الحبه كده فتحت، طلعت اللي جواها من بخار الميه، من غاز ثاني اكسيد الكربون، من الغازات. لازم في المرحله بعد الفيرست كراك، لو انا شغال نار هديها جدا، ولو والفلو اسحبه بشكل سريع جدا عشان افضي انظف المنطقه دي، خليها منطقه بيور من الغازات وبخار الميه.
ودي فرصه. يعني هو عموما الحبه في المرحله دي بقى عندها طاقه، الثيرمال مومنتم او الطاقه الحراريه عاليه جدا، فهي توصل للنهايه بسرعه. انا عايز اقللها بحيث ان انا ادي فرصه اللي هو الديفلوبمنت التطوير، ادي فرصه اكبر قدر من المكونات الخاصه بالقهوه تتكون، بس ما اطولهاش قوي. تطويلها قوي بتدي لي مشاكل، بتدي لي مشاكل في المراره، البيتنس تاثيرها قوي بتدي لي، بتبقى تحس ان هي زي الرماد محروقه بشكل سريع. يبقى انا المرحله دي لازم اتحكم فيها. الكنترول او المبدا المهم في المرحله اللي بعد الفيرست كراك، النار قليله جدا، سحب الهواء عالي، يفضل ان ادخل هواء من بره فريش، تقليب الحبوب يكون اسرع شويه بحيث ان انا اسحب الغازات بخار الميه، ودي فرصه للمرحله دي تطول شويه لانها بتدي لي فرصه اتكون اكبر قدر، اخد سامبل. المرحله دي الناس اللي شغاله بشكل سيستم بتحسبها بنسبه مئويه 10 من 15% ل 25%، كل نسبه من دي بتدي لي نوع قهوه، يا اما فلتر يا اما اسبريسو يا اما تركيش يا اما عربي حسب المرحله دي. انا افضل انك انت تشتغل بالعين باللون وبانك تشم تشوف الرائحه وتوصل للدرجه اللي انت عايزها، وبعد كده بتقوم عامل ايه؟ بتقوم موقف الماكينه، منزل الحبوب تتبرد، تبدا تبردها وتاخد وقتها مثلا ماكسيمم دقيقتين 3 دقائق علشان ما يحصلش ما يسمى بالسيلف روستنج او الحبوب بتحمص نفسها، احصل على نفس الدرجه اللي انا وصلت ليها. اهم حاجه بعد عمليه التحميص عمليه التخزين، ازاي بخزنها والفتره بتاعه التخزين، ودي هناخد فيها وقت. وبعد كده لازم انا لو انا بعمل براند، عايز اعمل براند، لازم اتعلم ازاي اعمل كابين، ازاي اخد واطحن واعمل القهوه واشوف واقيم القهوه، اشوف الجسم بتاع الفيسكاسيتي، الجسم بتاع القهوه، اشوف الفليفر بتاع القهوه، اشوف البالانس كل حاجه متزنه، اشوف الافتر تيست بعد ما بشرب القهوه الطعم اللي بيبقى باقي ايه. الحاجات دي كلها بحسبها وعلى اساسها وانا بحمص المره الجايه بغير المراحل دي. يبقى احنا قلنا الماكينات، لو قسمنا الماكينات لكاتيجوري لاجزاء، يبقى في ماكينه اسمها روست درام روستر اللي هو التحميص عن طريق الدرام، بسخن الدرام بشكل مباشر وبقلب الحبوب جوه الدرام، او الفلويد بيد روستر اللي هو التسخين عن طريق الهواء، الحبوب دايما طايره، ودي وقت التحميص سريع جدا، كفاءه التحميص كويسه بس فيها كنترول عالي، والماكينات بتبقى غاليه وعمليه التحميص ما بتديش البرودكشن، بتبقى قليله. احنا بنشتغل في اللي هو الدرام روستر لان بيدي لي امكانيه، بس الدرام روستر لو انا سواء بالتسخين المباشر او باستخدام الهواء اللي هو الهايبر اللي هو دمج بين الدرام روستر والفلويد بيد اللي هو زي لورينج وغيرها، واحنا طبعا انا عملت ماكينه بنفس السيستم ده، سواء درام روستر او الهوت اير، لازم ابقى عارف المراحل ولازم ابقى عارف ازاي اتحكم فيها. المراحل 3 مراحل، وانا بحمص لازم ابقى عارف مرحلة الاصفرار، مرحلة التفاعلات الكيميائية، مرحلة التطوير، ولازم ابقى عارف امتى احط الحبوب حسب نوع الحبوب، حسب كثافة الحبوب، حسب الرطوبة اللي موجودة جوه الحبوب، حسب الفليفر اللي انا عايزه، حسب حاجة. كل ما بعمل الحاجات دي كلها في الاخر بخزن عشان اعمل ما يسمى بالديجازنج، وبعد كده لازم اطحن درجة معينة واعمل كاب واشوف واقيم الماكينة، لان في ناس بتسألني بالنسبه للماكينات. لو انا بشتغل ماكينات صغيره سامبل ممكن استخدمها الكتريكال، يعني ماكينه ربع كيلو 250 جرام 500 جرام ممكن استخدم اللي هو التسخين الحراري، لكن لو الماكينات الكبيره سواء 5 كيلو او 10 كيلو لابد، رايي لابد يبقى غاز، لازم يبقى غاز سواء بالتسخين المباشر سواء بالهوت اير لازم يبقى غاز. ولازم اتاكد وانا بشتري الماكينه، لازم اتاكد من الانسوليشن، لازم اتاكد لو التسخين المباشر مهم قوي، تصميم التسخين المباشر مهم قوي، تصميم الدرام، واشوف بقى هل الدرام سنجل لاير ولا دبل لاير، وشكل البلاد الداخلي وعمليه التقليب والحاجات دي كلها، عمليه سحب الهواء. لو بستخدم الهوت اير الدرام والماتيريال مهم بس مش بتاثير التسخين المباشر، الهوت اير بيبقى العامل الرئيسي في الكفاءه هو عمليه تقليب الحبوب والسحب الهواء،
ازاي بتحكم في ارتفاع درجات الحرارة الار او ار، ازاي المصدر اللي جاي لي محسوب المسار، محسوب الفتحات اللي بتدخل لي، بحيث ان انا ما بقفلش الفتحة فيحصل ارتفاع للضغط فتدخل الهواء السخن بشكل مضغوط على الحبوب فيحرقها. لا ده ان شاء الله مع الوقت هنبدأ نشرح ازاي نعمل كاستمايزيشن للمكان دي، ازاي نصنع نوع البرنر المستخدم، بيت النار، المسار اللي بيدخل، السايز، ازاي بدخل الهواء، لما الهواء بيجي يدخل للدرام لازم ابقى فاهم علم اسمه الايروداينامكس، الهواء، تأثير الهواء المتحرك على جسم المتحرك، بيدخل على ماتيريال، بدخله ازاي اتحكم في معدل ارتفاع درجة الحرارة. ده فكرة بسيطة عن ازاي اختار الماكين. يبقى بشكل اساسي ماكينات صغيرة، سامبل ماشين زي الجيني كيف، ماكينة كويسة تدي لي سامبل صغير اعمل سامبل، او لو انا اشتغل لكوفي شوب مثلا بكميات بسيطة 250 جرام في الباتش، بتاخد لها مثلا ماكسيموم 12 دقيقة 15 دقيقة، التسخين بيتم بالسخانات الكهربائية، وبعمل مثلا مصدر للهواء وبسحب الهواء وبعمل تبريد وبراقب الماكينة، وبقدر في فلكسبيليتي ان انا اشيل الدرام، افرغ الحبوب المتحمصة، انظفها وهكذا، وبسمع الفرز كراك. لكن لو هشتغل انتاج وعايز اشتغل انتاج واعمل لنفسي براند، يبقى لازم تسخين بالغاز، وعندي اتنين تقنية، درام روستر والهوت اير. واعتقد انا اديت فكرة النهاردة على انواع الماكينة وانواع التحميص سواء فلات روستنج او كومبليكس. كومبليكس بنقسمها لثلاث مراحل وبتحكم في كل مرحلة وببقى عارف كل مرحلة بتاخد وقت قد ايه. في الكومبليكس الماكسيمم تايم بيبقى 12 دقيقة، 15 دقيقة لو في التسخين المباشر، لكن في الفلات ممكن تاخد لها نص ساعة 40 دقيقة، ودي خلاص اعتقد ان عصرها انتهى، او دي الناس اللي شغالة كوميرشال، الناس اللي الزباين ما بتبصش على جودة القهوة المتحمصة. اعتقد فكرة بسيطة وان شاء الله نكمل. شكرا.